مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في خلال الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كل الاعمال اللي هتنزل لشركه مارفل وشركه دي سي، ده من ناحيه المسلسلات والاعمال اللي هم ناكدوا ان هي هتنزل. وبلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو، والبدايه معانا مع الشركه بتاعت مارفل عشان هي الاعمال بتاعتها كتير جدا سواء من ناحيه مسلسلات او افلام. وعندنا اول فيلم المفروض ان هو هينزل سنه 2023 وهو فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا، واللي هيبدا ان هو يتعرض من اول بكره يوم 15 فبراير، وطبعا في دول هو هينزل فيها يوم 17 فبراير فبرضه ما فيش اي مشكله. المهم عندنا بعد فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا فيلم جاردينز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 واللي هينزل يوم 5 مايو 2023، وبعد فيلم جاردينز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 عندنا فيلم بتاع ذا مارفلز واللي هو المفروض هينزل يوم 28 يوليو 2023، وده هيكون اخر فيلم لعالم مارفل في سنه 2023. وزي ما قلت انا بتكلم من ناحيه الافلام دلوقتي. نيجي للسنه اللي جايه واللي هي سنه 2024، وعندنا اول فيلم اللي هو فيلم كابتن امريكا نيو وورلد اوردر وده هينزل يوم 3 مايو 2024، وبعديها عندنا فيلم سانتر بولس واللي هو هينزل يوم 26 يوليو 2024، وبعديها عندنا فيلم بليد هينزل يوم 6 سبتمبر 2024، ونهاية السنة هيبقى عندنا فيلم ديد بول 3 واللي هينزل يوم 28 نوفمبر 2024. وبالنسبة للناس اللي هي مش عارفة، فالاسم بتاع فيلم ديد بول 3 هو لحد دلوقتي لسه ما اتسماش، الفيلم ما اسموش وولفرين وديد بول زي ما الناس كانت قاعدة بتقول. طبعا الردات على النقط دي كتير جدا في الفيديوهات بتاعت الأخبار اللي فاتت. خلاص الكلام ده لو أنت أول مرة تسمعه، فالمفروض إن هو فيلم ديد بول 3 هيكمل الجزء الأول وهيكمل الجزء الثاني من أفلام ديد بول، وعلى حسب الكلام بتاع المخرج نفسه اللي هو شول ليفي والممثل رايان رينولدز والممثل هيو جاكمان، فالمفروض ان هو الفيلم ده هيكون للكبار فقط، لان هيبقى فيه شتم، هيبقى فيه قتل، هيبقى فيه حاجات كتير جدا، فالمفروض ان هو الفيلم ده هيتبع الافلام اللي فاتت. من ناحيه التصنيف بتاع الفيلم ومن ناحيه الاحداث ومن ناحيه كمان الشخصيات بتاعت عالم الاكس مان وكذلك برضو فانتاستيك فور القدام وكل الكلام ده اللي اتكلمت عليه في الفيديوهات اللي فاتت. وبالنسبه للاسم فهم ممكن يقولوه السنه دي او السنه اللي جايه على حسب بقى هيختاروا اسم عامل ازاي، عشان برضو على حسب الاخبار اللي نزلت احتمال ان هم يعملوا جزء تاني لفيلم ديدبول، فممكن يعملوا له فيلمين او ثلاث افلام زي افلام سبايدر مان. وطبعا لازم ان هم يعملوا جنب الكلمه بتاعت ديد بول اللي هو الاسم بتاع الشخصيه اسم تاني زي كلمه هوم في افلام سبايدر مان، زي مثلا سبايدر مان هوم كومينج، سبايدر مان فار فروم هوم، سبايدر مان نو واي هوم، فبرضه هيعملوا الشخصيه دي بنفس الطريقه. المهم ده هيعتبر اخر فيلم ختاما للسنه بتاعت 2024. نيجي بقى للسنه بتاعت 2025 واللي هي هتبدا بفيلم فانتاستيك فور، وعلى حسب الاخبار اللي هي لسه نازله فالكاستنج او الناس اللي هم الممثلين بتوع الادوار احتمال ان احنا مش هنعرفهم غير في سنه 2025 ساعه نزول الفيلم، وطبعا حاجه زي كده لما مارفل تطلع ان هي تقولها فالحوار هيبقى صعب شويه من ناحيه التسريبات، لان اظن في الوقت الحالي انتوا قاعدين بتشوفوا كميه ممثلين كتير جدا قاعدين بيقولوا ان هم هيلعبوا الادوار بتاعت مستر فانتاستيك وسو ستورم وذا سينج وعندك هيومن تورش والكلام ده كله اللي احنا قاعدين بنشوفه، فاعتقد ان هي هتبقى مهمه صعبه شويه على شركه مارفل ان هي تحمل التسريبات دي كلها. بس المهم زي ما قلت الفيلم ده هينزل يوم 14 فبراير 2025، وبعديه عندنا فيلم افنجرز كانج داينستي هينزل يوم 2 مايو 2025، وهم دول الفيلمين بتوع سنه 2025 والموضوع انتهى على كده، مفيش اي افلام تانية. ثم بعد كده عندك 2026 عندك فيلم افنجرز سيكريت وورز وده هينزل يوم 1 مايو 2026، وطبعا على حسب الفيديوهات اللي فاتت قلت لكم ان المفروض الفيلم ده هيتقسم لجزئين، هيبقى فيه سيكريت وورز الجزء الاول وسيكريت وورز الجزء الثاني، وده معناه ان هم هيغيروا الاسم بتاع الجزء الاول بدل بارت 1 هيسموه اي جزء ثاني، وبارت 2 هو اللي ممكن يتسمى باسم السيكريت وورز. وقبل ما اكمل انا كده اتكلمت عن كل اعمال مارفل اللي هي اتاكدت ان هي هتنزل واللي هي موجوده على الموقع الرسمي لشركه مارفل، وطبعا اي معرض ممكن يحصل قريب ممكن الكلام ده كله يتغير، وممكن كمان المواعيد بتاعت الاعمال دي هي كمان تتغير، ولو انت متابع الفيديوهات بتاعت الاخبار فانت هتبقى عارف ايه اللي قاعد بيتغير كل شويه. ضيف على الكلام ده ان هو ساعه المعرض بتاع سان دييجو كوميك كون كان في اعمال هي موجوده بين الافلام بتاعت الفانتاستيك فور وفيلم السيكريت وورز وافنجرز برضو كانج داينستي، الاعمال دي كان ليها مواعيد نزول لكن احنا نفسنا ما كناش عارفين ايه اللي هينزل، وشركه مارفل لحد دلوقتي لسه ما ردتش على النقطه دي، فممكن كمان يكون في افلام تانية هم كمان لسه ما اعلنوش عنها او كمان حتى مسلسلات، والكلام ده طبعا اللي بقوله كل مره في الفيديوهات بتاعت الاخبار ان هو في اعمال كتير جدا لكن هي ملهاش مواعيد نزول. دلوقتي بقى نتكلم عن المسلسلات بتاعت مارفل من اولها لاخرها، وعندنا اول مسلسل هينزل السنه دي واللي هو المسلسل بتاع سيكريت انفيجن وغير محدد هينزل امتى. مارفل قالت ان هو هينزل السنه دي اللي هو 2023 لكن ما قالوش امتى بالظبط، في ناس بتقول الشهر اللي جاي، في ناس بتقول بعد شهرين، في ناس بتقول بعد 3 اشهر، احنا نفسنا مش عارفين، ولكن على حسب اخر التسريبات اللي هي نزلت المفروض ان احنا عندنا اعلان رسمي هينزل، ومن بعد الاعلان ده هنعرف ميعاد نزول المسلسل الرسمي. تاني مسلسل معانا واللي هو المسلسل بتاع ايكو والمفروض ان هو كان هينزل السنه دي اللي هي 2023
2023، وعلى حسب الميعاد بتاعه المفروض ان هو كان هينزل في اخر السنه اللي هي 2023، ولكن مارفل بتقول ان هي اجلته لبدايه 2024. المشكله في الكلام ده ان انت نفسك مش عارف مين الصح، لان شركه مارفل هي بتقول هينزل السنه دي، وغير كده المسلسل نفسه هو عنده مشاكل كتير جدا في خلال الانتاج. طبعا الكلام ده اللي وضحته في خلال الفيديو بتاع ديزني ومارفل، فهم المفروض يهتموا بالجوده احسن من الكميه. ثم بعد كده عندنا مسلسل لوكي الموسم الثاني، واللي هو المفروض هيتعرض السنه دي 2023 في خلال فصل الصيف، في انهي شهر تحديدا احنا لحد دلوقتي مش عارفين، ولكن على حسب التسريبات اللي هي لسه نازله من قريب، فالمفروض ان احنا هنشوف الاعلان الرسمي بتاع المسلسل هينزل بعد نزول فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا. يعني ممكن تقول ممكن ينزل يوم 17 او يوم 15 اللي هو بكره، اللي هو يعني بعد نزول الفيلم في السينمات عشان الناس تقدر ان هي تفهم الفيلم وتفهم المسلسل، لان برضه على حسب شويه تسريبات ثانيه فالمفروض ان هو تقريبا هيبقى في ربط بين المسلسل وبين الفيلم، زي بالظبط الربط اللي كان بين فيلم دكتور سترينج وفيلم سبايدر مان نو واي هوم. وفي خلال برضه نفس السنه دي احنا عندنا مسلسل ايرون هارت، برضه نفس المشكله، مارفل ما قالتش اي حاجه عليه غير ان هو هينزل السنه دي. وبعد كده عندنا مسلسل اجاسا كوفن اوف كايوس، اللي هو المفروض ان هو هينزل السنه دي في اخر السنه، ولكن هو لحد دلوقتي هو قاعد بيتصور، وعلى حسب الاخبار اللي هي لسه نازله فالمفروض ان هو هيتاجل لسنه 2024. اما لسنه 2024 نفسها فاحنا عندنا مسلسل دير ديفل بورن اجين، غير محدد هو هينزل امتى بالظبط، واحتمال برضه في نفس السنه بتاعت 2024 عندنا مسلسل وات اف الموسم الثاني، وده لحد دلوقتي ما فيش اي حد فاهم هو هينزل امتى بالظبط، لان في اخبار قالت ان هو هينزل بعد سيكريت انفيجن، وفي ناس قالت ان هو هيتاجل للسنه اللي جايه. ومن الجانب الثاني انت عندك شركه مارفل هي لحد دلوقتي مش حاطه سنه اساسا لنزول المسلسل. اما بقى بالنسبه للاعمال الثانيه اللي هي اتاكدت من مارفل اللي هي هتنزل، زي المسلسل بتاع الاكس مان بتاع 1997، والمسلسل برضه بتاع مارفل زومبيز، والمسلسل برضه بتاع سبايدر مان فريش مان يير، فاحنا برضه لحد دلوقتي مش عارفين اصلا السنه اللي هتنزل فيها الاعمال دي هتبقى امتى. اما بالنسبه للاعمال بتاع شركه سوني فاحنا عندنا فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس هينزل السنه دي يوم 2 يونيو 2023، وعندنا برضه فيلم كريفن ذا هانتر هينزل يوم 6 اكتوبر 2023، وفيلم سبايدر مان بيونس سبايدر فيرس هينزل السنه اللي جايه سنه 2024، وفيلم مدام ويب هينزل يوم 16 فبراير 2024، وفيلم فيلم 3 المفروض ان هو هينزل 2024 لكن احنا مش عارفين امتى بالظبط. طبعا في اعمال تانية زي فيلم سبايدر مان 4 والجزء الاول من سيكريت وورز والجزء الثاني من سيكريت وورز، وكمان الفيلم بتاع وورلد وور هالك، وكمان برضه وات اف الموسم الثالث ويانج افنجرز، والكلام ده كله احنا لحد دلوقتي مش عارفينه. فمش كل الكلام اللي انا قلته من شويه هو كل الاعمال اللي هي هتنزل ومفيش اي حاجه تانية غيرها، لا الكلام ده غلط، ولكن في اعمال تانية احنا هنعرفها قدام. نيجي بقى دلوقتي نتكلم على العالم بتاع دي سي. في البدايه انت عندك الفيلم بتاع شازام الجزء الثاني اللي هو فيوري اوف جودز هينزل يوم 17 مارس 2023، والفيلم بتاع ذا فلاش هينزل يوم 16 يونيو 2023، وعندك برضو الفيلم بتاع اكوامان الجزء الثاني اللي هو ذا لاست كيندوم هينزل يوم 25 ديسمبر 2023. اما السنه اللي جايه فانت عندك الجزء الثاني من فيلم الجوكر هينزل يوم 4 اكتوبر 2024، اللي هو باسم فيولي اديوكس تقريبا، انا ماليش في الفرنساوي اصلا. وعندك بعديها بسنه فيلم سوبرمان ليجاسي هينزل يوم 11 يوليو 2025، وفي نفس السنه بتاعت 2025 عندك باتمان الجزء الثاني واللي هو هيكون باسم ذا باتمان 2 وهينزل يوم 3 اكتوبر 2025. طبعا في اعمال ثانيه كتير تبع دي سي، ولكن لحد دلوقتي مش معروف ايه اللي هيتعمل وايه اللي هيتلغي. وبالنسبه للخطه بتاعت جيمس جان الجديده فحتى كمان الكلام اللي هو قاله هو مش شامل كل الاعمال اللي هتنزل، هو محددش ميعاد نزول اي فيلم غير الفيلم بتاع سوبرمان عشان بس يعرف الناس ان هو هيعمل فيلم لسوبرمان. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكربشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، ممكن انت تتابعني عليها. ولو عندك اي راي اكتبه لي تحت في التعليقات، كده كده برد على الكل. واشوفكم المره الجايه وبيس.